سقط مصنع أزوفستال آخر معقل مقاومة للأوكرانيين في ماريوبل، فالمدينة الاستراتيجية وعلى الرغم من سيطرة القوات الروسية عليها بالكامل، إلا أن ذلك لم يمنع المدفعية الروسية من مواصلة قصفها على منطقة دونباس بكثافة. تداعيات الحرب في أوكرانيا التي تصاعدت وتيرتها على الأصعدة كافة، وباتت المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود، يبدو أن السبيل الوحيد لإنهاء ذلك سيكون عبر الدبلوماسية بحسب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الذي أكد أن ثمة أمورا لن يمكن تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات. وعلى غرار المطالبة بالحل الدبلوماسي للأزمة، فقد اقترح زيلينسكي إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها قواتها خلال الحرب، مبينا أن روسيا تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لأوكرانيا، وأن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط لأعمال عدوانية سيتعين عليها دفع ثمن أفعالها. بريطانيا حليفة أوكرانيا وعبر وزارة دفاعها بيّنت أن روسيا تعاني على الأرجح من نقص في طائرات الاستطلاع التي تحاول استخدامها لتحديد الأهداف التي ستقصفها بالمقاتلات أو بالمدفعية، وأن ذلك النقص تفاقم بسبب محدودية قدرات التصنيع المحلية الناتجة عن العقوبات، مما سيؤثر سلبا على فاعلية العمليات العسكرية في العمق الأوكراني. في الوقت ذاته فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت شحنة كبيرة من الأسلحة المرسلة من دول غربية في شمال غرب أوكرانيا بواسطة صواريخ طويلة المدى وعالية الدقة والمعدات العسكرية الأخرى. وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الروسي وتخوف موسكو من انضمام كل من فنلندا والسويد إلى الناتو والذي يشكل هاجسا كبيرا أمامها، لم يمنع ذلك شركة غازبروم من وقف صادرات الغاز إلى جارتها المجاورة فنلندا، فالشركة ذاتها طالبت سابقا الدول الأوروبية بالدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز. الحرب في أوكرانيا والتي لا تزال مشتعلة وتقترب من يومها 90 جعلت من المجاعة شبحا يخيم على العالم جراء نقص بإمدادات القمح على أغلب دول العالم بعد أن أصبحت الموانئ الأوكرانية محاصرة والأراضي ساحة قتال، حيث حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة بالموازاة مع اتهام واشنطن لموسكو باستخدام الجوع كأداة للحرب. فموسكو التي تصف الحرب بأنها عملية عسكرية خاصة ويصفها الغرب بأنها غزو، لن يكون ضحيتها فقط المدنيون الأبرياء على الأراضي الأوكرانية، بل ستلاحق دول العالم أجمع من الشرق إلى الغرب. هذا وقررت روسيا حظر دخول 963 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم الرئيس جو بايدن، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز. ولحظر السفر تأثير رمزي فقط، لكنه يشكل جزءا من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا نهاية شباط الماضي. ضم إلينا من موسكو المختص في الشؤون الروسية الأستاذ بسام البني. أستاذ بسام مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. بعد 90 يوما تقريبا من الحرب الروسية الأوكرانية، تغيرت لهجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي وخرج بهذا الحديث عن أنه لا يمكن إنهاء هذه الحرب دون اللجوء إلى الدبلوماسية. هذا التغير في لهجة زيلينسكي كيف تقرأه؟ أسعد الله أوقاتك وأوقات مستمعين ومشاهدين قناة المملكة الكرام. أولا زيلينسكي لا أحد يأخذ في كلامه هنا في موسكو لأنهم يعتبروه دمية في يد الغرب، ولكن نتيجة تصريحاته نقرأ أن الغرب قد فهم أنه فعلا لن يستطيع أن ينهي الحرب العسكرية لصالح أوكرانيا، وهذا كان مفهوم منذ البداية، وكان يقصد الغرب إطالة أمد العملية العسكرية قدر المستطاع، وقد كان له ما أراد. اليوم نلاحظ أن الغرب كان يريد لروسيا أن تدخل في مستنقع يدعى أوكرانيا، ولكن حدث العكس، أن الغرب هو من وقع في هذا المستنقع، لذلك هم يوجهون زيلينسكي ليتصرف ويتحدث بهذه الطريقة تمهيدا لإنهاء الحرب بشكل أو بآخر، لكن روسيا ماضية في عمليتها العسكرية حتى النهاية حتى تحقق كامل أهدافها، وخصوصا بعد أن استسلم مسلحين أزوفستال في مدينة ماريوبل،
والتطورات العسكرية على الأرض نعم هي جارية ببطء ولكن تحقق أهدافها يوما بعد الآخر. الآن بعد الانتهاء من مرحلة ماريوبل إلى أين سوف يتوجه الروس برأيك؟ برأيي أنا أن الروس سيتوجهون إلى جنوب شرق أوكرانيا بشكل أكبر. القوات التي تحررت من يعني مهمتها في ماريوبل أصبحت مستعدة للمشاركة في القتال على الجبهات الأمامية، إذن ستمتد المعارك حتى جنوب أوكرانيا امتدادا إلى أوديسا أيضا في الجنوب ومن بعدها حتى الوصول إلى ترانزستيريا، وفي الجهة العلوية سيمتدون حتى خاركوف. هذا باعتقاد الشخصي ما سيحدث في المرحلة القادمة، وأيضا لا ننسى تحرير منطقة الدنباس بالكامل من الوسط. نعم، يعني إذا ما سيطر الروس على المناطق التي ذكرت وسيطروا تحديدا على الموانئ على البحر الأسود، هل تريد روسيا أن تذهب في هذه الحرب باتجاه جديد، اتجاه السيطرة على غذاء العالم تقريبا؟ لا، ليس روسيا من تريد أن تسيطر على غذاء العالم. الأزمة العالمية الاقتصادية كانت قبل العملية العسكرية، ولكن يريدون إلصاقها بروسيا وأن كأنها هي المسؤولة عن المجاعات التي ستحدث في العالم وعن التضخم الاقتصادي الذي يحدث. هم من وضعوا العقوبات على روسيا وهم من استفزوا روسيا وهم من لم يرضوا بمطالبات الطلبات الأمنية لروسيا التي طالبت بها قبل أن تبدأ هذه العملية العسكرية في نهاية 2021. الموضوع موضوع كسر عظم وموضوع عالم جديد، اقتصاد عالمي جديد، منظومة جديدة، هيكلية جديدة للعالم نشاهدها أمام أعيننا. نحن الآن أمام مرحلة تاريخية برأيي الشخصي، ولكن العملية العسكرية في أوكرانيا هي كانت المحرك الذي سرع الانهيار العالمي، الانهيار للاقتصاد العالمي. أمريكا تريد أن تغطي عجزها المالي، فكل ما يخرج علينا مسؤول يسألوه لماذا هذا الارتفاع في النفط يقول لهم بوتين مسؤول، وكأن بوتين هو من رفع أسعار النفط، وكأن بوتين هو من وضع عقوبات على الغرب وقال لهم سأبيعكم بسعر أغلى. يعني الموضوع موضوع واضح واضح جدا، والفكرة من الأساسية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد البقاء مهيمنة على العالم وعلى الاقتصاد بالذات، لأننا نعلم أن الاقتصاد هو من يحرك السياسة والسياسة مرتبطة كليا بالاقتصاد. الأزمة العالمية للغذاء هي أزمة عالمية وليست بسبب الحرب على أوكرانيا فقد، وهم يتهمون اليوم بالمناسبة روسيا بأنها تريد أن تجوع أوكرانيا، في الوقت الذي لدى أوكرانيا اليوم في مستودعاتها 20,000,000,000 طن من القمح، يتسابق الغرب ويتباكى على إخراجها من أوكرانيا، وعلى حد قول بلينكين وزير الخارجية الأمريكي أننا نريد أن نساعد أوكرانيا على إفراغ مستودعاتها من الحبوب من أجل المحصول القادم. يعني كيف تريدون أن تأخذوا حبوب أوكرانيا وأنتم تقولون أنها قادمة على مجاعة؟ أليس هذا انقسام في الشخصية الأمريكية والغربية؟ نعم أستاذ بسام، يعني أوكرانيا هي جزء ومرحلة من مراحل هذه الحرب كما وصفتها الغربية الروسية التي تجري حاليا في أوكرانيا، مناطق أخرى أيضا تحاول التحرك، حدودية مع روسيا، فنلندا والسويد تحديدا رغبتها في الانضمام إلى الناتو، ورفض بين قوسين تركي وتغير في لهجة فنلندا وروسيا. هذا التغير في اللهجة من هاتين الدولتين الإسكندنافيتين كيف يمكن أن يصل إلى الروس؟ كيف من الممكن أن تتعامل روسيا خلال المرحلة القادمة إذا ما قبلت تركيا هذا التنازل من قبل هاتين الدولتين؟ يعني أولا دعني أوضح نقطتين مهمتين بالأحرى. النقطة الأولى المتعلقة بقطع روسيا الغاز عن فنلندا صباح اليوم، والنقطة الثانية متعلقة بإعلانهما الانضمام إلى الناتو. لا ترابط بين إعلانهما تقديم طلب إلى الناتو بالانضمام بقطع الغاز عن فنلندا.
فروسيا قد أعلنت أن لكل المستوردين الذين لا يريدون الدفع في الروبل عندما يستحق وقت الدفع ولا تدفعوا سنقطع عنكم الغاز. وفنلندا أعلنت أن لا تريد الدفع في الروبل وجاء الوقت فقطعوا عنها الغاز. إذا هذه النقطة ليس لها علاقة بالنقطة الأخرى وإلا كانت قطعت عن كل أعضاء الناتو الآخرين الذين يستوردون الغاز الروسي. هذه نقطة. أما موضوع السويد وفنلندا وإعلانهما الانضمام إلى الناتو لا يغرر ولا لا من قريب ولا من بعيد على روسيا لسبب بسيط، أنهما رغم إعلانهما وحالتهما الحيادية كانتا هاتان الدولتان تشاركان في المناورات العسكرية مع الناتو ويجهزون أنفسهم لحرب محتملة مع روسيا للمشاركة إلى جانب الناتو قبل أن تبدأ العملية العسكرية في أوكرانيا. إذن هما دولتان بالأصل هواهما غربي وروحهما غربية ويمارسان المناورات العسكرية مع الناتو قبل بدء العملية العسكرية. إذن التصرف الروسي سيكون حسب ما قال الرئيس بوتين، حسب التصرف الناتو على أراضي هاتان الدولتان. إذا ما تم نشر أسلحة قد تهدد الأمن الروسي سيكون هناك رد. وبكل الأحوال أعلن وزير الدفاع الروسي أنه سيتم نشر 12 وحدة عسكرية على الحدود الغربية للروسية. المختص في الشؤون الروسية الأستاذ بسام البني من موسكو، شكرا جزيلا لك.